ندير لكم واحد الجوله هنايا في هذا الطابق السابع ديال الباطو. دايرين فيه هنايا تحت كاين هذا البلاصه وهذاك اللي مقاد معايا بار والهيدي خرج بنادم برا فين كما كيجلس اللي كاين البيوتا إضاءة كامل في الإضاءة. هادو هما الدروج ناس كيهبطو يطلعو من هنا. كاين طابق آخر بالفوقاني أنا غادية نهبط لكم لتحت. دابا دايرين فيه الدروج كطالعين من هنا. كاين السنسور اللي بغا يطلع في السنسور. دايرين هاد اللوحة هنايا الله يديك أصاحبي واعر عليك خويا ديال فرنسا الله يديك أصاحبي ديال فرنسا والو بعدا ديال فرنسا اللي كاين يجي بيه بعدا. نديرو لكم جولة غنهبط لكم البلاصة ديال الماكلة. هنا راه دايرين الشيف موحة الصور ديالو كيرحب. وهنا الشيف موحة كيرحب بينا. غادي نهبطو دابا نوريكم. هما دايرين هنا ثلاثة ديال المطاعم كبير وكبير الخندة الغادية ما غاديش نحدو لكم. غادي نصور غير البلاصة الخاوية البلاصة العامرة ما نقدرش نصورها. غنديكم نوريكم المطعم من برا. دايرين هنايا الدروج اللي بغا يطلع بالدروج. هنا دايرين التصاور ديال الماكلة دائما الشيف موحة كاتبين هنا حلال الباطو تا هو الصورة ديالو كسكسو كيشهي. هذا هو الباطو كامل كنصور هاد بلاصة الخاوين. مبغاش نصور البلاصات اللي عامرين حيت البلاصه تكون بارده باش تصور بنادم. اللي بغى يجي هنا يجلس حاطين واحد الكرسي